صباح الفل للناس الكل أو مساء الفل للناس الكل. حلقة النهاردة هي من الحلقات المهمة جدا 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 جدا، سواء أنت مبتدئ أو محترف عارف اللي أنا هقوله ولكن مش بتطبقه. في يا جماعة محترفين جدا أنا بطلع معاهم، ناس طبعا على راسي ما يقللش منهم، ولكن لما انا بطلع معاهم ما بلقاهمش بيطبقوا اللي انا هقوله. حلقة النهاردة عشان ما عادش وزيد هي مهمة جدا، ومن غير اللي انا هقوله في الحلقة دي افضل شيء ما تطلعش تصيد. الصيد الحديث او الصيد الرياضي زي ما البعض بيسميه في الفترة الاخيرة هو صيد للمتعة. احنا في بعض الاحيان بنعمل حاجة اسمها كاتش اند ريليس، بعد ما بنطلع السمك بنرجعه تاني المية. فانت طالع للمتعة. كل واحد فينا عنده ضغوطات في الحياة، كل واحد فينا عنده مشاكل في الحياة. انت بتبقى اخد اجازة عشان تطلع تتبسط. القصة مش قصة ان انت تاكل سمك. لو انت عايز تاكل سمك فانت ممكن تقدر تروح الجمعية او سوق السمك او السوبر ماركت تشتري سمك وتاكله، وبيكون فريش على فكرة. يعني القصة كلها انت بتطلع، وخصوصا محب الصيد، انت طالع تصفي ذهنك. فمش معقول انت طالع تصفي ذهنك وطالع تنبسط وتعمل حاجة تأذيك وتأذي جسمك وتأذيك نفسيا. حلقة النهاردة عشان ما طولش في المقدمة هي سلامتك وصحتك افضل 100 مليون مرة من اكبر سمكة لو هتصيد حوت. من غير الحاجات دي ما تطلعش تصيد، يعني زي ما انا كتبت كده في العنوان. ففي لازم حاجات وتولز او معدات او اشتراطات لازم تكون اتليست عندك 95% منها عشان تتمتع بصيدك. واللي انا هقوله النهاردة في بدائل كتير منه، يعني التولز او المعدات اللي انا هتكلم عنها النهاردة في بخمسة درهم وفي بخمسمية درهم على حسب النوع، بس هو كله بيقضي نفس الغرض، وبتفرق من هتعيش قد ايه التولز او المعدة اللي انت هتشتريها. بس عشان في ناس بتتابع بتقول انا والله اللي انت بتقول عليه ده غالي انا مش هقدر اشتريه، لا تقدر تشتري. اللي انا هتكلم عليه النهاردة ليه بدائل كتير تقدر تشتريها، واللي انت هتشوفني بتكلم عنه النهاردة انا يعني جبت لكم معدات او جبت لكم تولز مش كلها انا بجيبها في شركتي، يعني موجودة من شركات تانية. يعني حبيت ان انا نوع عشان افهم او اوصل للناس الفكرة اللي هي انت تقدر توفر بدائل. طيب اكيد لما بتكلم على صحتك النفسية وصحتك الجسمانية مش عايزك تتأذى، مش عايز جسمك يتأذى، مش عايز يدخل في ايدك حاجة لا قدر الله تعمل لك مشكلة. بالنسبة لو انت مبتدئ، ليه بقول لك صحة نفسية؟ انت لو مبتدئ ولا قدر الله اتعورت او حصل لك جرح، خدت بالك هتقفل من الصيد يعني. فده طبعا عامل نفسي غير ان هو حاجة جسمانية. طيب طولت شوية ولكن يعني انا حبيت ان انا اوصل لكم الفكرة اللي انا بتكلم عنها النهاردة. القصة بتاعت الصيد الحديث مش قصة قصبة ومكنة وخيط ولور، تمام؟ في تولز بنقول عليها التولز المساعدة. اغلب التولز المساعدة دي هي بتحميك انت، بتحمي جسمك، بتحميك انت شخصيا. طب نتكلم او ندخل في الموضوع على طول. حاجة من الاشياء المهمة ده البلاير، مالتي بلاير ده، او احنا بقول عليه متعدد، ده بيكون فيه سن من فوق تقدر تفتح السبليت رينج او الحلقة، تقدر تغير الهوك او المعضة او في كل بلد بتسميه الهوك اللي بيكون محطوط في اللورد السبليت رينج اهو، ده طبعا كلكم عارفينه. فده قصته عشان برضو اللي مبتدئ، فانت بتفتح
تمام، بتفتح وبتمرر الهوك للتغيير او بتشيله وبتغير. فده طبعا انت من غيره هتفتح بايدك، الهوك هيدخل في ايدك، فده مهم جدا. طب بيكون في قطعة تقدر تقص بيها البريد او تقص بيها الفلوروكربون، تمام. بيكون في حتة تانية تقدر لو عايز مثلا تعدل بيها الهوك لو التنى. وانا دايما بفضل ان انا اعلقه في الشورت بتاعي او في البنطلون، ما بيفرقنيش طول الرحلة. طيب ايه من استخداماته تاني؟ لو طلعت مثلا سمكة فتقدر تستخدمه هوك ريموفر او هو مزيل السن من السمكة، لو السمكة مثلا مش كبيرة واللور مش بلعاء، اوقات الاسماك خصوصا الدركات او الخباط او الكينج بيبلع جوه داخل، فده شورت نوز او السن بتاعه قصير مش طويل، فهو بنقول عليه مالتي او متعدد لان استخداماته كتير. ده ما يفرقش البنطلون او الشورت بتاعك. هتقولي الفيديوهات بتاعتي، انا كتير اكتب على الانستجرام بتاعي اسمه طه ضد درويش، هتقولي كل فيديوهاتي لازم تلاقيني معلق ده في الشورت او في البنطلون. فيديو النهاردة برعاية إيمارين هاب. إيمارين هاب هو موقع الصيد الوحيد في الوطن العربي والشرق الأوسط اللي فيه كل البراندات العالمية وبيشحن لك في أي مكان في العالم. إيمارين هاب. قدر الله الهوك دخل في البنطلون او اتعلق او كذا، مش هتقعد بقى كل واحد. احنا لما بنطلع كاستنج او بنطلع جيجنج بنبقى شغالين على سكول اللي هي مدرسة، او بن 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 لما بنقول سكول بنبقى نقصد اسراب سمك، فكل واحد بيبقى ماسك، بتبقى معركة محدش فاضل التاني، كأن هي حرب مع السمك، محدش فاضي، كل واحد في مصيبته. يعني طبعا احنا مش مصيبته يعني ولا حاجة، امتع حاجة في الدنيا الصيد. لو انا ادور على يعني احسن حاجة حصلت لي في حياتي ان انا اتعرفت عن الصيد، انا بعشق الصيد وهو عشق الاول والاخير، ما فيش حاجة في الدنيا زي الصيد. انا نفسي يكون عندي ولد عشان اعلمه الصيد، ولكن ربنا ما اكرمنيش، فدعولي يعني انه ربنا يكرمني بالذرية الصالحة ان شاء الله. فده لازم يعني من جسمك، يعني انت عندك درعين، ده الدرع الثالث، انت طالع صيد، ده 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 ما تحطوش في التاكل بوكس بعيد عنك، ده مش ما ينفعش يتحط بعيد عنك، ده راكب في جسمك. استخداماته كتير، حصل حاجة الهوك اتعلق، الخيط اتعلق، الخيط اتلخبط ما بينك وما بين صاحبك، انت معاه سمكة وهو معاه سمكة، اتاخد الخيط مع بعض، تقص بالخيط ده مات للمرة المليون، عشان في الناس بتقولك بيعيد ويزيد، للمرة المليون ده جزء من جسمك، ده جزء من جسمك. طيب ده في منه أشكال وألوان وشركات بتعمله وحاجات كتير من ضمن الأشكال، لأنه ده للميديوم لايت. ميديوم لايت اللي هو نوعية السمك اللي احنا بنستخدمه، القروس، السيباس اللي هو الدرعي، دي أسماء ما بين المغرب وما بين مصر وما بين وما بين وما بين، فهو معروف بالإنجليش السيباس، تمام. الجيم اللي هو السيباس، اللوت، الدركات، الخباط، المكسار، الجفدار، الجيم اللي هو انت بتتكلم في جيجات 30 و40 لحد 60، والورات نفس الشيء، فده بيقدر يشتغل على الجيم ده. لو انت من جماعة الالترا لايت، انت بتتكلم في 7 جرام و10 جرام و4 جرام و5 جرام ولحد 14 جرام، ده اخوه الصغير. طبعا موجود انواع واشكال ورخيص وصغير، ولكن شوف الحجم بيقضي نفس الشيء، ولكن انت لما بتشتغل مع 5 جرام بيكون السبليت رينج صغير، مش بيكون زي دون، فانت محتاج بلاير
اصغر حاجه زي دي تقدر تغير بيها السبليت رينج او تقدر تشيل بيها الهوك, تقدر تقص بيه الفلورو كربون او البريد يكون صغير, ده للالترا لايت. طيب مش عشان هو صغير يبقى للالترا لايت, لان انا هوريك نوعيه تانية. شايفين الحجم زي ايه؟ صغير, يعتبر ده زي ده, ولكن ده بيعمل عمل ده ازاي. انا بس عشان بشرح لكم يعني, ده دبل نوز, شوف ده اتنين, ده اتنين مش واحد, شوف ده واحد ده اتنين, فده قوي دبل يقدر يفتح السبليت رينج الكبير. ما عندك اي مشكلة, حتى جربته للسبليت رينج بتاع البيج جيم وفتح معايا. فمش مش عشان هو صغير يبقى ما يفتحش. خليك في حاجة زي كده, خليك في حاجة زي كده لو انت بتشتغل الترا لايت. طيب ايه الحاجات التانية اللي من يعني ما ينفعش تكون مش موجودة عندك؟ الحاجات التانية اللي ما ينفعش تكون موجودة مش موجودة عندك هو الليب جريب. ليب جريب سواء ليه اشكال كتير, في البلاستيك, في الالومنيوم, في الاستانلس, في ليه اشكال كتير. واللي مش عارف الليب جريب او معنى كلمة, عشان بيقول لي بتتكلم بالانجليش, ليب جريب لب يعني شفة, وجريب هي الاداة بتاعت الشفة اللي بتمسك فيها السمك. انا كنت اتكلمت عليها في فيديو كده يعني بسيط, ده الموضوع. ده طبعا استوديو اوشن مارك, ده يعتبر من اغلى الانواع, في حاجات ب 15 درهم على علي اكسبريس, ده طبعا 750 درهم. ما بقولكش روح اشتري, في حاجات ب 5 درهم وب 10 درهم على علي اكسبريس, وفي بلاستيك, بس لازم يكون موجود, لازم يكون موجود. اول شيء هتقول لي انت بتمسك بيه السمك عشان تتصور, فعلا ده من استخداماته ان انا بمسك بيه السمكة عشان اتصور. هتلاقي كله ليه مكان عشان اعلقه في البنطلون, كله ليه مكان عشان اعلقه في البنطلون. استوديو اوشن مارك اللي مغليه اللي هو خفيف, فلما انت بتعلقه في البنطلون مش بيعمل تقل عليك, بتعلق ده وهتعلق ده, هتبقى حاسس انك تقيل, خدت بالك, وانت بتعمل كاست, فعشان كده غالي. ده تقدر تتصور بيه, ده بيحميك لو سمكة مثل الدركات او البراكودة او العجام عندها سنان كبيرة, فتقدر تحط في الخشم او في البق او في الشفة بتاعت السمكة, تمام, وبعدين تشيل الهوك, تشيل الهوك من بق السمكة. ده استخدامه. الاستخدام التاني في بعض البراندات زي الجوميكسوس, شوف الشكل مختلف تماما, ولكن ده زيادة انه فيه ميزان تقدر تعلق, اهو فتح اهو قفل, تقدر تعلق وتوزن السمكة. برضو هتلاقيني معلق فيه, لازم بدم بستخدمه لازم معلق فيه. ده في اشكال كتير, في عندك الايفر جرين, ده برضو واحد من الاغلى, برضو نفس الموضوع, في بلاستيك, في حاجات رخيصة, ده بيمسك السمكة انت بتتحكم. بص ده شكل تاني خالص, اهو بتزق كده بيفتح بتقفل, ده بتتحكم انت بتعمل كنترول على السمكة, يعني لما بتمسك انت فاهم مش هتبعد عنك, فما تقدر انت تعمل لها هولد, تقدر تشيل لو النور ماسك تشيل بقى, انت تعرف تتحكم, غير انه يبقى فيه ميزان, غير ان انت بتقدر تتصور صورة حلوة. ولكن مهم تقدر تجيب ابو 10 درهم في منه بلاستيك, مهم اللي انا بتكلم فيه مهم, تمام. هنيجي للي بعد كده. ايه اللي بعد كده حضرتك؟ الهوك ريموفر او المعدة دي حضرتك وانت ماسك السمكة بتمد, دي معمولة طويلة للاسماك اللي هي فيها سنان من قدام, معمولة طويلة لو اللور في قلب السمكة او في زورها, تقدر تمد جوه وتخلص اللور, او هوك ريموفر اللي هو مخلص الهوك,
تخش تدخل جوه السمكة وبتشبكه هنا وبتسحب الجزء ده، فالحتة دي بتدخل جوه الهوك، تعلق جوه بقى خلاص جوه معاها، فبتسحب، سحبت خرجت مع خرج معاك اللور، بتسيب كده اللور بيقع. ده مهم، ما تطلعش على مركب، ما تروحش تصطاد من على الشط الا ومعاك ده. في منه اشكال، في منه اشكال، ده من الاشكال نفس الشيء، شوف نفس الشيء بيسحب، ادي اهو بتسحب كده اهو دخل جوه، نفترض ان الهوك دخل جوه، بتسحب تمام، ده في لوك وفي هولد اهو، وبتسيب اهو اهو. انا كنت عامله على القفل ان هو يقفل وتسحب، وفي هوك، ده في تو اوبشن تمام اهو. لازم يكون موجود يا جماعه، دي مش لل مش لل يعني سوري في اللفظ يعني، في مش للارنانه يعني، دي حاجات مهمه لازم تكون معاك في الصيد الحديث، دي حاجات ما ينفعش ما تكونش موجوده معاك. يعني انا بحاول اوري لك اكتر من براند، ده ب 30 درهم اوكي، ده ب 150 درهم، في استوديو اوشن مارك برضه ب 350 درهم، في بدايل، في بدايل. طيب في شكل تاني من الهوك ريموفر، في شكل تاني من الهوك ريموفر، هو عبارة عن بلاير بس لونج نوس. شفتوا انتوا البلاير اللي هو المالتي المتعدد دون، ده نفس الشيء، ولكن ده مفيش فيه اي سن او اي حاجة. مهمته ايه؟ برضو لو اللور دخل جوه في السمكة بتخش داخل وبتسحب، نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء. طالع، لو طالع مع المركب المفروض، مش يعني انا اسف في اللفظ، غصب عن الكابتن اللي طالع مع المركب لازم يكون دي، بس انت ما تستناش. ممكن تكون تطلع مع واحد صاحبك مثلا، هتطلع على المركب مش يعني انت مش دافع فلوس الراجل عزمك، فمش هتلومه. فانت لازم تبقى طالع على المركب او رايح الشط، خصوصا كمان انت احنا بنبقى طالعين في الشط يا جماعه، بنبقى رايحين 3 4 ساعات بعيد عن المدينه، لا في مستشفى جنبك ولا في حاجه جنبك ولا في حاجه جنبك، فلازم التولز دي، عشان يعني هتكلم بقى التولز اللي جاية اللي انا هتكلم عليها دلوقتي، لازم يا معلم تكون عندك الحاجات دي، لانه لا قدر الله لو الهوك دخل في ايدك، زي ما في فيديو توضيحي هحطه، قصة ان اشيلك وانت مثلا لو تصطاد لوحدك مثلا، طب هتشيل هتسوق ازاي وتروح ازاي، لازم يبقى الحاجات دي معاك. فده هوك ريموفر تمام. اللي بعده ده حضرتك عبارة عن مقص او قطر، ستانلس ستيل قطر دون، ده عبارة عن مقص بس بيقص الحديد. اللي بيحصل لو الهوك دخل في ايدك، انت بتقص الهوك بيتقص معاك بالقطر ده وبتزقه بيطلع معاك. شوف الفيديو اللي جاي وهرجع لكم. وزي ما انتوا شايفين دي فايدة القطر اللي انا عرضته حالا قبل الفيديو ده. جماعة ده اساسي لازم يكون معاك، سواء على المركب او سواء انت طالع. دخل في ايده الهوك زي ما انتوا شايفين، على طول قص الهوك، وبعد ما قص الهوك زي ما انتوا شايفين زق الهوك، او على طول بيطلع بقى مرة واحدة زي ما انتوا شايفين، وايدك تمام. بعد كده ممكن تروح بقى المستشفى تاخد حقن التيتانوس او تغير على الجرح. زي ما انتوا شفتوا في الفيديو نفس الفكرة، والتولز شكلها بيختلف شوية ولكن بتقضي نفس الغرض. فزي ما انت شايف ده لازم يكون معاك، طالع على مركب، طالع شط، بدام هتصيد صيد حديث يا حبيبي، انت ما تعرفش ممكن السمكة وهي بتلعب وانت مش جايب لها الهولدر وطالعة بتضرب، الهوك جف فخدك، جف رجلك، هتعمل ايه يا صاحبي؟ هتعمل ايه وانت لوحدك او جوه في البحر 3 ساعات من الميناء؟ لازم ده يا معلم، لازم ده تقص الهوك وتخرجه. فانا مش بكلمك في حاجة دلع، ده مش دلع،
ده سلامتك من من غير الحاجات ما تطلعش تصطاد والله، ما تعذبش نفسك. انا بكلمك زي اخوك، او لو انت اكبر مني بكلمك زي ابنك، او لو انت اصغر الجيل الجديد بكلمك زي ابوك. الموضوع مش دلع خالص اللي انا بتكلم فيه. طب خلصنا ده، وانتوا فهمتم وشفتوا من الفيديو اللي فات القصة بتاعته. اكيد لازم يكون معاك نوع من انواع السكاكين، واتفر اي سكينة، اي سكينة هتحتاجها تقص بيها حاجة، هتقص بيها سمكة، هتقص بيها لقدر الله رباط تربط بيه ايدك لو انت مجروح، لازم يكون معاك سكينة. انا بفضل دي، جميلة وظريفة وسعرها كويس، هي من شركة ربالة كتير حامية، مش لازم تلتزم بدي. ان شاء الله تكون سكينة من امه درهمين اللي بتتباع في الجمعية، بس لازم يكون معاك نوع من انواع السكينة او السكاكين او النايف زي ما انتوا عايزين تسموها يعني. طيب في حاجة تانية، ده نوع من انواع الجريب بلاستيك، بس ده تقدر تستخدمه للسمك الكبير والمتوسط. ده لو انت بتطلع بيه مثلا جش السمكة بالعرض، بتمسكها الفكرة انك تمسكها كده، بتمسكها تتحكم، هي بتلعب تمام، عشان برضو تطلع منها الهوك. فدي برضو نوع من انواع الجريب، برضو ده بلاستيك، ممكن بخمسة درهم بعشر درهم بتلاقيه، ولكن هو ده شيمانو يعني، ده بتلاقي منه انبراندد في علي بابا وعلي اكسبرس. طيب ايه تاني؟ الرابنج بتاع الاصابات، ده انت طالع على الجبل في المينا مش عارف ايه، بدل ما انت ماسك 3 4 اصابات خدت بالك، يفضل ان يكون ملمومين كلهم هم عشان تعرف تمسكهم، وقعوا منك وانت ماشي على الـ على الـ على الممر بتاع المركب، وانت رايح على المركب وقعوا منك ما يروحوش في المية، او انت ماشي بتنط من صخرة لصخرة الاصابة ما تتكسرش وتخش في ايدك والكلام ده. في الرابنج ده يا بتلف 3 اصابات او 4 اصابات مع بعض، يا رابنج كل اصابة لوحدها للناس اللي بتاخد 3 و 4 اصابات، او حتى اصابة واحدة، اصابة واحدة بدل ما انت ماسكها في ايدك، رابنج فوق ورابنج تحت. طيب ايه تاني مهم جدا، مهم جدا، مهم جدا يا جماعة؟ الكاب اللي انا لابسه فوق راسي ده مهم جدا. في ايه؟ اول حاجة انت بتحمي راسك من الشمس، بتحمي عيونك من الشمس، درجات الحرارة العالية اللي بقت على مستوى العالم، ظاهرة الاحتباس الحراري يعني، اللهم اجرنا من حر جهنم يا رب. فالشمس لازم كاب، ما تطلعش من غير كاب. ثانيا الكاب بيحميك، احنا واحنا طالعين بنبقى 5 بنعمل كاست، او بنبقى 6 بنعمل كاست، او بنبقى 3، وارد جدا بيبقى معايا واحد مبتدئ، واحد بيكون لسه مبتدئ مش عارف يرمي بالكاست، شاف السمك قدامه بينط اتجنن، اول مره يشوف مثلا المنظر ده، او تاني مره ما شافش الحاجه دي، فبيرمي ما بيبصش، ما بيامنش مين على يمينه ومين على شماله ومين ورد. حصلت كتير، وناس كتير يعني، ناس كتير الهوك دخل في راسها بسبب مبتدئ. فلازم تكون لابس كاب حمايه من الشمس، ولو واحد خبطك بلور او خبطك في راسك او كذا، اتليست يكون بيقلل الضرر، لانه لو الهوك دخل كده كده الهوك بيدخل لو انت لابس كاب، بس بيقلل الضرر يعني، خدت بالك؟ بيقلل حتى لو انت يعني بيدخل، حتى لو دخل بيقلل الضرر ده. اولا. ثانيا لازم كاب، ما ينفعش تطلع من غير كاب، ما ينفعش لحماية نفسك. تمام. حاجة مهمة برضو ما تقوليش لا مش عارفة ايه، اقسم لك بالله العلي العظيم دي مهمة، ايا كان البراند، ان شاء الله يكون براندات تحت السلم، ولكن انا ما بحبش براندات تحت السلم لان العدسات بتأذي العين، فلازم يكون براند محترم. ليه؟ اول حاجة بتحمي عيونك من الاشعة البنفسجية، اشعة الضارة بتاعت الشمس. تاني حاجة لما بتكون لابس العدسات، حاجة اسمها بتقنية البلورايزد، الشمس لما بتعكس في المية مش بتضرك، مش بتضايقك،
مش بتضايقك عادي. يعني لو انعكاس الضوء او انعكاس ضوء الشمس على البحر على المية على عيونك مش بيضايقك، مش بيعمل فلتريشن ليها، تمام. طيب الحاجة المهمة اللي اهم بقى من اشعة الشمس واهم من اي حاجة، نفس الموضوع، واحد بيرمي سمكة طالعة قامت رامية اللور جه في عينك، ده يا معلم زي ما انت شايف كده نظارتك انت لابسها، خدت بالك؟ نظارتك انت لابسها بتحميك، تحميك. واحد ابن حلال رمى بتاع، طب فايدة ايه ده؟ ايه ده؟ موجود باشكال والوان، ده بيعمل لها هولد. يعني ايه؟ لو نظارتك غالية او اي حاجة، واحد فول سبيد الكابتن بيجري ورا السمك ولا حاجة، دي لو وقعت مش هتطير مثلا، هتنزل كده. فهمت عليا؟ ده معروف يعني، انا بس بخاطب دايما المبتدئين. فلازم يكون معاك نظارة، مش للدلع ولا للشكل ولا للمنظر ولا حاجة. اللي انا بتكلم فيه ده كله لنفسك، كله لحماية نفسك. طيب ايه اللي انت عايز تتكلم فيه بعد كده؟ اتكلم على حاجة مهمة وممكن اغلب ما يعرفهاش، هو الهوك هولدر. هوك هولدر ده بيبقى متعلق على القصبة، في قصبات وفي براندات بتيجي بالهوك هولدر جاي فيها بيلت ان او راكب فيها، في شركات مش راكب فيها. فده الهوك هولدر زي ما انتوا شايفين، ده بيتلف على القصبة زي ما انتوا شايفين، بتعلق فيه اللور او الميرور بتاعك او الهوك، عشان والمركب ماشية. لو انت معلق في الجايد، هوريكم كده قصبة جنبي، لو انت مش مركب زي ما بشوفه بطلع وبيكون معايا على المركب شباب كتير، بيعلق اللور هنا، بيعلق اللور هنا، هو بيركبه بره بس مع القارب، دن 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 بيبتدي الهوك يتحرك، يبتدي يخش جوه يجرح لك السيراميك، تيجي تعمل كاست تلاقي الخيط بيتقص. ليه الخيط بيتقص؟ السيراميك اتكسر يا صاحبي، خلاص هيقصلك، لازم الجايد يتبدل. وتخش في قصة وتدور بقى، وفي ناس بتعرف تغير الجايد، في ناس ما بتعرفش. ده شوية تغيير الجايد محتاج حد بروفيشنال، مش اي حد بيعمله، يعني مش اي حد بيعمله، تمام. فده مهمته، رخيص برضو، اكسبريس وعلي بابا. طبعا البراند اللي في ايدي ده بروكس، احد افضل براندات الاكسسوارز اللي سعرها رخيص جدا. شوف اهو راكب عندي، راكب عندي، شوف شوف راكب ازاي. راكب يا معلم، تتعلق فيه الهوك وتشد وتشد دي شويه، بيتشد جامد، ولا طلعنا بقى بالسرعه القصوى فول سبيد، طلعنا بيبقى متعلق، تمام. ده لو اصابتك ما فيش فيها بقى، القصبه اللي في ايدي دي ريكون العالميه يعني من اكومه، ده لو اصابتك مفيش فيها الهولدر ده. في شركات زي مثلا اساسن دول زيرو، زي دي طبعا قصبات مركب للخباط او للدراك او للكينج زي ما انتوا عايزين تقولوا، قصبه زي دي اساسن من شركه اساسن، عندك هولدر بيلت ان. شايف الحلقه دي؟ تفعل نفس الشيء اللي بيعمله الهولدر البلاستيك، تعلق فيه الهوك ده ما يركبش فيها الجايدات دي، ما تلمسهاش، ما يركبش فيها حاجه، ما يركبش في. طبعا القصبه بتيجي، انا الرابنج ده اللي محطوط، القصبه مش بيتباع لوحده، الرابنج ده بيتباع لوحده، انا طبعا لفه عشان عمليه يعني بيخلي ايدك تتحكم في ولو ان انا دايما بلبس جلافز. طيب زي ما انتوا شفتم اتكلمت تقريبا على كل حاجه. يجي وقت الجلافزات او الجواندي او الجوانتي، في ناس بتحب الهاف، في ناس بتحب الفينجر اللي هو بس صوبع، وفي الهاف اللي هو بتبقى صوابعك طالعه منه، وفي ناس بتحب الفل. انا بالنسبة للفل انا ما بستخدموش غير في البيج جيم، طالع بيج جيم، طالع تونة، لازم يكون معايا الجلافز ده. اول شيء
اسماك كبيره، اسماك 50 كيلو طالع، فده مش بيخلي القصبه تفلت منك. وللتاكيد بحط اللي هو الرابر ده، فده بيكون مطاط فبيخليني متحكم في القصبة ما بتفلتش مني، مع الجلافز. ايه فايدة الجلافز التاني غير ان القصبة تفلت او ما تفلت؟ وانت بتعمل كاست، انت بتعمل كاست ب 80 LB و 100 LB BE6 وBE8 وBE10، فالخيط ده لا قدر الله وانت بترميه لو ما عملتش ريليس بايدك او ما شلتش صبعك بسرعة هيقصلك صبعك. حتى الخيوط الاصغر بعد كده، ده اللي انا هكلمكم فيه دلوقتي، في ناس لسه مبتدئه مش بتلحق تعمل حته الريليس دي بسرعه، البريد بيقص. فمهم جدا يكون معاك في البيج جيم الفل، يعني انا وما يكونش واسع على ايدك، يعني لازم ما يكونش واسع على ايدك، لازم يكون يعني عندك التحكم فيه، ما يكونش واسع على ايدك. اهم شيء لا يكون واسع ولا يكون ضيق، يكون بالظبط على ايدك اهو، زي كده اهو، على منطقه الرزغ اهي بالظبط اهو، ما يكونش لجوه ولا اهو اهو. فانت بتبقى ماسك اهو، ماسك شوف ازاي متحكم بقى، مفيش القصبة ضربت عليك مفيش، فانت متحكم. شوف هنا مفيش، ما تجيب ليش هنا مفيش، موضوع سهل. هو قصته مش عشان يدفيك، تمام، هو قصته عشان هنا والخيط، الخيط وانت بتعمل الكاست. فده الفول في البيج جيم. انا بلبس الهاف في طالع للدراك، طالع للكينج، بلبس اللي هو ده اهو، تمام. فكرة بتاعته لو انا ايدي مبلولة، لو انا ايدي حاجة اهو، برضو هنا مطاط، نوع من انواع المطاط، ما بيخليش القصبة تفلت مني، تمام. بس انا وانا برمي ببقى عارف طبعا، دي بتيجي مع الخبرة، بشيل صباعي بسرعة، فالخيط ال 1.5 والبي اي 2 ما بيقصليش ايدي، يعني 1.5 1.2 ما بيعمليش اي حاجة في ايدي. في ناس ما بتعرفش تشيل ايديها بسرعة فبيقصلها، يا دي طبعا بتيجي مع الممارسة. في حد بيقول طه انا مش بحب يعني مش بحب فكرة الجلافز اصلا، ايدي بتعرق ومش عارفة ايه ومش بحب، فبتيجي هنا فكرة اللي هو فكرة الصابع، خدت بالك، تيجي هنا فكرة الصابع اللي هو ده اهو، فكرة الصابع يبقى كده، ده نظامه، خدت بالك. وده اكتر الاستخدام اللي بيستخدموه الشباب بتوع السيرف كاستنج، وفي ناس بتستخدمه بتحب تبقى ايديها فاضية كده بس تحمي صابعها بده، فده طبعا من أكومة، شركة أكومة. طيب مهم جدا يا جماعة لما تيجي تطلع تصطاد عشان تحمي نفسك، ما تكونش لابس نص كم كده زي ما أنا لابس نص كم. هتلاقوا صوري، هتلاقوا فيديوهاتي، مستحيل تلاقوني طالع بسيط بنص كم، سواء من فيديو من المركب أو من الشط. تحمي حالك من الشمس، غطي جسمك تماما. مهم جدا يكون في ماسك يحمي وشك او يحمي رقبتك من الشمس، ويمنع الماسك حتى لو انت مش لابسه، لو انت لحد الرقبة، بيمنع ان المية او العرق السخن بتاع راسك ينزل في ظهرك يعمل لك برد في جسمك. هو مهم جدا ان انت تبقى لابس ماسك، لازم بكم واحد بيرمي الهوك هتحميك، مهم جدا تبقى لابس بكم عشان جسمك ما يلونش ابيض وهنا اسود، فمهم جدا تبقى لابس بكم. طب من الحاجات اللي لازم تكون موجوده عندك ايه طبعا وانت طالع للبيج جيم؟ ده بيج جيم، دخلنا في قصه بقى البيج جيم، ليه اشكال والوان والمونيوم وبلاستيك وكل الاشكال، ولكن ده اشهرهم او الشكل ده الدارج بتاعهم، ده
الرود هولدر او الناس بتسميه الفايت بيلت، لما تضرب معاك سمكة بدل ما تقعد تحطها هنا وتحطها هنا وممكن تعمل لك مشاكل في ظهرك او يجي لك ديسك او كده، ده بينزل على بطنك بالشكل ده، خدت بالك؟ ده بيكون المنظر بتاعه، خدت بالك؟ وبتعلقه كده، والقصبة بتكون بالمنظر ده، وهو دي الفكرة بتاعته. وتبتدي تعمل الفايت وتسحب فبتساعدك، دي الفكرة بتاعته. فمهم جدا ده برضو انا بعتبره من الامان بتاعك، الفايت بيلت ده. طيب ايه تاني مهم جدا يكون عندك فوطة زي الفوط دي. دي فوطة عادية، مش لازم فوطة بتاعت شركة صيد، يعني دي بتاعت شركة صيد، هي فوطة عادية بس معلقين فيها المشبك ده عشان تعلقه في الشورت. دم لا قدر الله تعورت سمكة فيها شوك، تقدر تتعامل معاها، تقدر تنشف ايدك فيها، لازم تكون متعلقة في الشورت او لازم تكون قريبة منك. فده برضو مهم جدا من عوامل الأمان. من عوامل الأمان برضو اللي هي المنتب، أو في مصر بنقول عليه وجلة أو وجلة، أو بالإنجليش الجاف. طبعا ده زي ما انتوا شايفين معاك على الشط، احنا في الخليج بناخد بيبقى معانا على الشط، لانه احنا بنطلع دركات او بنطلع مقاصير او خباط او ضلوع احجام شويه 5 كيلو وطالع، فبنستخدم الوجله في او المنتب. لازم يكون معاك على المركب، لازم دي مهمه الكابتن. يعني انت مش رايح تصطادها تاخد وجله معاك، هو انت بتطلع على المركب اللي طالع تصطاد بيها لازم يكون هو عنده المعده دي، مش عندك. بس انا طالع على الشط هجيب يعني هروح استلفه من واحد، لازم يكون معايا. في ناس بتحب المنتب والوجلة، في ناس بتحب الشبكة. والشبكة او الشبك ليه انواع واشكال كتيرة. ده الشبك او الفيش نت لاندد، ده انت بتمسك السمكة، طبعا ده بيبقى احجام واشكال واصغر من كده واكبر من كده واطول من كده. ده انا بستخدمه من الشط، اكون انا من على الشط بجيب السمكة بيه، يا اما بعمل لها ريليس، يا اما بستخدم بطلع فيه انواع سمك ما بينفع معها المنتب او الوجلة فبستخدم ده. في اشكال منه والوجلة او المنتب اللي كان في ايدي ده فايبر، في خشب، في خرطوم بلاستيك، في ناس بتعمله الله يعزكم من العصاية بتاعت المقشة، في اشكال. يعني انت تقدر تتصرف. الحلقة بتاعت النهاردة مش ربطك ببراند، تقدر انت في رخيص غالي انت ومقدرتك. يعني في عندك ده برضو من انواع الفيش ده اهو، ده بيتفرد كده زي ما انتوا شايفين وتلسكوبك. ده لو انت بقى في الاماكن اللي هي فيها صخر عالي مش هينفع، حتة ان انت تعمل بالقصبة كده يا معلم وتتكسر وتطلع السمكة وممكن تقطم، يا وجلة يا حاجة زي كده. دي بتتفتح تبقى طبق 8 متر، دي بتتفتح بتبقى 8 متر اللي انتوا شايفينها دي. لو انا فوق مثلا من على صخر فوق وبصطاد لازم. لكن فكرة ان انت تجيب لي سمكة ماكس 80 وماكس 100 وانت بتشتغل على سي باس تشتغل له بلورات اكتر شيء 30 جرام وتجيب لي قصبة ماكس 100 عشان تقول لي اطلع السمكه فوق، ده مش صح. بيبوظ لك الاكشن بتاع اللور، مش بتودي اللور لونج ديستانس، مش بتوديه مسافات بعيده. اسمع من اخوك، انا بديلك خبره سنين قسما بالله، قسما بالله خبره السنين اللي انا بقولها لك. في عندك شكل تاني زي ده، ده برضو بيتفتح كده بيتقفل برضو. ده انا كنت جايبه للكاياك مثلا. اشكال والوان تقدر على حسب البادجت بتاعك،
على حسب البادجت بتاعك تقدر تبتدي الموضوع وتقدر تبتدي الصيد. هي مش حلقة طويلة في نظري، على قد ما هي حلقة مهمة من الحلقات المهمة اللي أنا عملتها وبدأت بيها. جماعة أنا بفكر صراحة أنه خلاص أعتزل موضوع اليوتيوب، أنا صرفت فيه كتير معدات وأدوات وتصوير وإضاءة وكاميرات ولكن ومايكس ومش لاقي صراحة أنه مش بيجي لي العائد من اليوتيوب اللي هو يخليني أن أنا أقدر أكمل. يعني حتى عندي يعني عندي اللي هي الشكر او السانكس او السبورت للقناة، ما فيش حد صراحة يعني مشترك في الموضوع ده، وانا طبعا مش هشحت. يعني كل اللي انا بتمنى منكم لو انتوا شايفين ان القناة بتاعتي بتفيدكم باي حاجة او انتوا استفدتوا منها، بس اللايك الشير مهم جدا يا جماعة لو انتوا عايزين نستمر. لكن بالوضع دون صراحة يعني انا مقارنة بقنوات تانية، مش عايز اقارن نفسي بحد، ولكن انا بقول معلومة قيمة متعوب فيها قسما بالله ما حد بيقولها لك. انا ممكن اطلع اعمل فيديوهات صيد مضحكة وبتجيب فيوز والافات زي الناس اللي مش بقلل منهم، مش مهمين برضو، مهمين ان الواحد قبل ما ينام او يجي حاجة فورفان يتفرج عليها او حاجة من نوع الادفنشر، ولكن انا بدي معلومات يا جماعة قيمة تقدر تطلعك صياد محترف. لما يبقى المشاهدات واقعة للدرجة دي يعني خلاص، يعني بنسبة كبيرة انا ممكن ما كملش، ممكن يكون الفيديو ده الاخير او فيديو كمان اخير. فجماعة انا يعني اللي شاف الفيديو للاخر بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبتمنى اشوف تفاعل على القناة يخليني ان انا اكمل واستمر في الموضوع. ولكن بالاسلوب اللي ماشية بيه المشاهدات والتفاعل صعب ان انا هكمل صراحة. اشوفكم ان شاء الله على خير، الله اعلم امتى ممكن يكون في حلقة بعد دي او ممكن يكون ده اخر فيديو في القناة. وكان معاكم طه درويش، في امان الله.